السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورجعنا معكم مرة أخرى بفيديو جديد. عندي هذا المكان راح نزرع فيه الخس نتاع الصيف أو الذي يزرع في الصيف. أول شيء هنا راني وضعت فيه الرمل اللي راهي تزهر هذه بهذا الشكل. هنا وضعت له كذلك سماد الغنم ومع هذيك الرمل، وراح نقوم بتقليبه جيدا. نقلب الرمل والسماد في هذا المكان. هنا قلبتهم بهذا الشكل اللي راح يظهر الآن. قلبتهم جيدا، لازم يتقلب السماد في التربة مع الرمل. الرمل دورها انها تكون تربة مالحة تخفف من الملوح. هنا راح نبردها، اللي هو نرد لها الماء، نسقيها المرة الاولى حتى نتأكد من تساوي الارضية، تكون متساوية ويمر فيها الماء بشكل متساوي بهذا الشكل. لازم يمر فيها كما راه يظهر الآن بهذا الشكل، راه الماء متساوي، ونقولوا عليه حنا راه راسي، تكون يمشي فيها بشكل متساوي. هنا راني جبت البذور نتاع الخس، تكون لونها أسود، هذا هو الخس الصيفي. راح نخلطه مع القليل من الرمل حتى توزع لي البذور بشكل متساوي في هذا السريح. خلطتها بالقليل من الرمل، هنا نرميها مع الرمل. هنا نتأكد انه راح ترمى توزع بشكل متساوي، ما تكونش متضايقة فيما بيناتها. وبعدين ندفن البذور بهذا الراطو بهذا الشكل، راح تدفن. نحركها بهذا الراطو بهذا الشكل وراح تدفن. وهنا كذلك راح نحرج في هذه السريحة القصبر نتاع الصيف، هو قصبر صيفي، راح نديره في أطراف السريحة. القصبر العادي يسبل بسرعة، أما هذا الصيفي ما يسبلش ويتحمل الصيف، يتحمل حرارة الصيف كيفو كيف هذا الخس اللي راني زرعته اليوم، يتحمل حرارة الصيف. نواصل نزرع هاد الأطراف كلها بهذا القصبر نتاع الصيف. ندور على السريحة كل حتى تستغل المكان في زوز حوايج، ماشي في حاجة واحدة فقط. بهذا الشكل زرعت هذا القصبر. بعدين بعد اللي زرعت القصبر ودفنت هذا الخس، نرجع لها الماء، نسقيها جيدا، نسقيها جيدا. هنا بعد مرور فترة هنا الخس راه نبت، راه هنا نابت ما شاء الله، وتوزيعه راه هنا متباعد تقريبا بهذا الشكل، القصبر حتى هو نبت. إن شاء الله ينال إعجابكم هذا الفيديو وتستفيدوا منه كالعادة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.